بسم الله الرحمن الرحيم. الالتزام المصري بالقضية الفلسطينية جرى التعبير عنه تاريخيا بطرق مختلفة. لا ننسى أن مصر دخلت حروبا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، ولا ننسى أن مصر فقدت أو ارتقى 100,000 شهيد وربما عدد هائل آخر من الجرحى والمعاقين. فكرة العداوة لإسرائيل فكرة متجذرة في الضمير المصري، وأي محاولة لخلخلتها ستنتهي إلى فشل مقيم. اتنين، الدولة المصرية الراهنة أو الحكم المصري الراهن على طريقته المنطلقة من فكرة الالتزام بما يسمى السلام مع إسرائيل، حاول أن يبذل جهدا في اتجاهات مختلفة، أبرزها كان اتجاهين. اتجاه أول، تقديم المساعدات العينية للشعب الفلسطيني حين كان ذلك متاحا قبل أن تمنعه إسرائيل أو تحد منه إلى مستوى منخفض جدا. وطبعا معروف أن مصر سواء الحكومة أو الشعب قدموا مساعدات أغلبها لم نستطع حتى الآن إدخاله إلى إنقاذ الشعب الفلسطيني. المستوى الثاني من التحرك كان متعلق بما يسمى جهود التهدئة أو التوصل إلى اتفاق تسوية. وطبعا من الواضح أن هذه الجهود على كثرتها، سواء الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع واشنطن والدوحة، لم تصل إلى الآن إلى شيء يعتد به. وأنا شخصيا لا أظن أن هذه الجهود ستصل إلى شيء في المدى القريب، على الأقل إلى حين انتهاء قصة الانتخابات الأمريكية واستقرار وضع السياسة الأمريكية بعدها بالرئيس أو بالرئيسة الأمريكية الجديد أو الجديد. فالنقطة الثالثة هو التحرك الدبلوماسي في المحافل، إضافة للنقطتين دول في المحافل الدولية. ومصر لها موقف تقليدي مؤيد للحقوق الشعب الفلسطيني على القاعدة التي ذكرتيها متعلقة بإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967. كل هذا معلوم، لكن ما 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 نحن الآن بصدده فكرة نفي مصدر رفيع المستوى لخبر السفينة كاترين اللي جت من ألمانيا حاملة مساعدات عسكرية لإسرائيل، نفي أنها رست في ميناء الإسكندرية. طبعا هذا النفي في محله جدا، لكن أنا رأيي الشخصي أنه جاء متأخرا، لأنه هذه الشائعة موجودة منذ 3 أيام ومنتشرة على نطاق واسع وتحت أعين ملايين الناس. طيب، فالفكرة التأخر في نفي الشائعات هذه عادة بيروقراطية أنا لها نعدل عنها. أما بيان القوات المسلحة المصرية أو تصريح المتحدث الرسمي فهو في محله تماما، لأنه لا يعقل أن القوات المسلحة المصرية وأن الجيش المصري الذي صلب عقيدته أن الخطر الأساسي يأتي من الشرق ومن إسرائيل تحديدا، لا يعقل أن يتورط الجيش المصري لا سمح الله في أي صورة من صور التعاون التي نفاها المتحدث العسكري جملة وتفصيل.